صباح الخير. أهلا بونجور بيان زوجته لغيمار. بعتذر اجيت وما أخذ موعد، بس اجيت على بيروت فجأة وراجع فورا على الشام. قلت لحالي ما معقول كون ببيروت وما اجي بارك للأرسام. مرسي، الله يبارك فيك. تفضلي بليز. إن شاء الله غير مرة، مستعجلة شوي. سوري بس ما عرفت شو اسم حضرتك. عايدة، عايدة الخولي. بنت خالته لغيمار. آه، من أهله بالشام. صح. بتعرفي ابن خالتي غيمار طول عمره مزوق، بيعرف يختار. كلك ذوق، بس ما بصير تضلك واقفة، بليز قعدي شوي. صدقيني ما بقدر، مستعجلة. لو عارف غمار انك هون اكيد كان طريق، بس حب الشغل. ما مشكلة عادي. بس معقول غمار؟ معقول يترك هيك عروس حلوة بشهر العسل؟ ما معقول. بسيطة يعني، مجبور. كل الأحوال أنا جايبة معي شغلة من الشام، تفضلي. يي مرسية، ليه تعذبتي؟ هي مو هدية لارس. هي من ريحة الشام. بحبها غمار كثير. إذا حلو من الشام أكيد رح يحبها غمار. ليزا قاعدة هلا بيرجع غمار بينبسط بيشوفك. أنا يا بيك ما بعرضك بشي أبدا، بس لازم أقول لك بقرارك هيدا عم تفتح النار علينا. بعدين في ناس كتار عم نستفزها بهالشي، وبصراحة بقرارك في جرأة كبيرة. أنت وعدت إنه ما يكون التوريث بالحزب. كلمتي لازم تمشي على الكل. بعدين الانتخابات صارت قريبة، غمض عين فتح عين بتلاقيها صارت على البواب. ما تؤخذني يا بيك، الأرض العطشانة إذا سقيتها كتير بيموت زرعة. خلاص يا أسعد، هيدا الموضوع انتهى. أنا عارف شو عم بعمل. آه سهيلة، كنت نازلة لعندك، تعي شوي. صبايا كفوا شغلكم. خير دكتورة؟ بتعرفي شي حدا من قرايب غمار من ميلة أمه بالشام؟ بعرف خالته أختها للست وداد الله يرحمها، هي اللي ربت غمار بالشام. خير في شي؟ لا ما في شي، بس إجت وحدة باركت لنا قالها هي بتكون بنت خالته. بنت خالته؟ ما على علمي إنه خالته عندها أولاد، ما بتذكر هيدا الشي. ليه صار شي؟ لا ما في شي، بس هيك حسيتها غريبة، ما بعرف. خلاص انسى، مش مهم. قالت لك شو اسمها؟ اسمها عايدة. شبهم فايتين وقلبين وشو؟ مو بيقولوا أول الرأس حنجلين؟ انحشروا كلياتهم بخانة اليفك. الحقيقة لما الغانم بيقرر يعمل شيء بيعملوا على أصوله، وكرمال الإرث السياسي للعائلة ركبني على كتاف الكل. كتير منيح، مو هذا اللي رجعت كرماله؟ لا، هذا واحد من الأسباب اللي رجعت كرماله. المهم انه الدنيا عم تضحك لك. وانا عم بضحك لك كثير منيح. اليوم فرحتي فرحتين، الفرحة الثانية اني قعدت بالمنصب فوق كتاف الكل. الفرحة الأولى اني بلشت خسر الغانم ورجاله اللي حوالي. بحياتي ما شفت واحد مصالحه متضاربة قدك. بدك سلطة الغانم وبنفس الوقت عم تصور عليه. فيك تعتبرها هيك جان؟ يلا فوت بلا ما تتأخر، العالم ناطرينك جوا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تركونا لحالنا شباب، تفضلي نور المكتب. تفضل لهم شرف. والله زمان يا ست سوزان، كيف سمح لك الغانم يلي حرمك منا كل هالسنين تجي وتعملي لنا زيارة؟
أنا مني ناطرة اسم من حدا زاهي. واضح، مشان هيك ما حبيتي تتصلي فيني وبعتي مرافقك ياخد موعد، ما هيك؟ هيدي لدواعي أمنية مش أكتر. حتى من قرايبك؟ أو يمكن دواعي أمنية لأنه نحن من الصف الثاني يلي بوجه الغانم جوزك. الدنيا كلها منا حروب ومصالح زاهي. أنا كتير قدرت مجيتك على عزاء ابني رغيد، الله يرحمه. الموت الشيء الوحيد اللي بخلينا نحط السياسة على جنب ونعمل الواجب قد ما كنا مختلفين. بس أنا أكيد إنه مش رد الواجب هو اللي فيقك علينا وخليك تشرفينا بهالزيارة. شو في سوزان؟ أعطيني من الآخر. ماشي، بس زيارة. ما بدك تشربني قهوة؟ أكيد، بعد قهوتك بلا سكر، ما هيك؟ هيك. زينة، اثنين قهوة واحد بلا سكر، بدي أعزبك. أهلا وسهلا فيكم ببيتكم، وبدي أتشكركم على هيدا القرار التاريخي اللي أخدتوه، وبدي خص بالذكر الأعضاء المعترضين اللي رجعوا وافقوا على هيدا القرار. ويحيى الحزب. يحيى الحزب. مبروك يا مار بيك. مبروك 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 مبروك. الله يبارك فيكم جميعا. شكرا شكرا. مبروك يا مار بيك. الله يبارك فيك. أنا بارك وجودك معنا بالحزب وراح كون مرافقك مشوارك بالحزبية. ألف مبروك. الله يبارك فيك ويخليك. شكرا. أنا بدي أشكركم على ثقتكم فيني، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم وأقدر تابع بالمسيرة اللي بداها غانم بيك من أجل تحقيق طموحات وأهداف حزبنا إن شاء الله. كاسكم. كاسك. يعني جيتي وبدك تروحي ولا هلأ ما عرفنا سبب زيارتك؟ ليه ما عم بتصدق إن زيارة أهل لبعضهم مش أكتر؟ من وقت يلي توفى ابني رغيد الله يرحمه حسيت إني بحاجة لإلكن، لهيك من الطبيعي يصير في كتير زيارات بيناتنا لقدام. ايه، وأنا بوعدك إنه قد ما يصير في خلاف بيننا وبين جوزك الغانم رح يضل هالمكتب مفتوح لإلك بأي وقت وجاهز للي بتأمري فيه. بشكرك. ما تطولي علينا بزيارتك. من كلبت. ايه عايدة، طمنيني. تمام، شو صار كمان؟ ايه عظيم عظيم. ليه سهيلة اللي مش جايبت لك صح القميص؟ يسعد لي هالوش. ايه يسعد لي هالوش. أنا ما قلت لك وشك بده يكون خير كتير علي أنا؟ مبروك حياتي، مبروك. أنا ما كنت بعرف إنه بيعني لك هالقد الموضوع. يبارك فيكي، بيعني لي كتير الموضوع، والفوز الكبير إسا لهلا ما إجا. هذا يعتبر الدوري الأول، نحن عم نلعب لسا على التصفيات. أنتوا عم تشتغلوا سياسة ولا عم تلعبوا فوتبول؟ أي سياسة فوتبول، أنا اللي بيهمني الفوز، ما بحب أخسر. سمعاني؟ آه، بدك شي كتير طيب حلو أنت الخبرية. حلو من الشام. هذا من الشام. مين جابه؟ بنت خالتك اجت تبارك لنا وجابتهم معها. ما عندي بنت خالي انا. كيف ما عندك بنت خالي؟ بلا، عندك بنت خالي اسمها عايدة. عايدة؟ آه، عايدة مو بنت خالي أو بنت خالتي. عايدة هي بنت خالة أمي، بس هي مشان الاختصار بتقول إنها بنت خالتي. ما قلت لك شو بدها؟ لا، إجت فجأة وفلت بسرعة، ما لحقنا نقعد كتير مع بعض. آه بالظاهر، هي أكيد متصلة معي وأنا كنت بالاجتماع فما قدرت رد عليها. بكل الأحوال بكرة ما أعرف شو بدها. دوي.
طيب يا عم؟ شير أرجيني جمالك يا شو؟ جمالي بالبيجاما. بتروحي تلبسي أحلى شيء عندك، بدي إياك تكوني ملكة كالعادة. اليوم نروح نحتفل بهذا الفوز، أوكي؟ بدك إياني أحط لك كمان لبستك أحمر مثل ما حطيت لك أول مرة بس لعنا تعشينا؟ يا ريت تقدري تعملي لي لبستك أحمر. طيب يلا خليني ألبس أحسن ما نضل معهم. طيب كله عصب. انت لو بتسمع مني وبتخفف التعصيب شوي كنت بترتاحي وبروح كل الوجع. ليش في شي بهالبيت ما بيعصب يا سهيلة؟ بعدين مش حضرتك قلتيلي انه هالجايزة ما رح تصير؟ ايه صارت وكترت. وقبل ما تنشف دمعتي على ابني جاني بدل المصيبة مصيبتين. الله يستر من يلي جاية. ليكي روح اعملي لنا فنجان قهوة بركي بتشوفي لي شي خبرية حلوة بهالفنجان. ست سوزان بدي اسألك سؤال إذا سمحتي بس ما تتضايقي مني. مازال عرفتيني رح اتضايق، شو بدك تسألي؟ نحنا ما كان بدنا هالجوازة تصير بس صارت، فالله يرضى عليكي يا ست سوزان. ما بدنا خربان بيوت، يرضى عليكي. سهيلة كتير بتحب المواعظ، خلصيني اسألي. عايدة انت اللي جبتيها لهون ما هيك؟ قصر لسانك سهيلة، روحي اعملي قهوة. حاضر ستنا. أهلين بنت خالتي، كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله رجعتي على الشام. كنت متأكدة إنه رح تخبرك المدام. طالما وصلتي لهون وقعدتي مع المدام ليش ما قلتي لها على كل شيء؟ بتعرفي؟ ما قلت شيء لأنه بعرف إنه رح يكون آخر يوم بيني وبينك. فهمية، ما عاد في أيام بيني وبينك. لا ما رح أفهم، جيت حتى أشوفها حتى أطلع بعيونها تشوف مين هي المرة اللي أخذتك مني، مين هي المرة اللي سحرتك، مين هي المرة اللي خلت عايدة تطلع من قلبك. بيني وبينك ما عاد في شي، فهميها وحاج تحطي حالك بهي المواقف المحرجة. احملي حالك ورجعي على الشام لعند أولادك ولعند زوجك. صحيح، شكرا على الحلو اللي جايبتي. ما كنت متوقع هيك يصير أبدا. المهم هلا الدكتورة بيان حسيت بشي؟ جاد ما عاد بدي موضوع عايدة يشغل لي بالي أبدا. صار جنني. عجبك؟
عجبني أكثر من اللازم بكثير. بس يعني أنا شوي عندي مشكلة إنه حدا يطلع عليك هيك ويشوفك. يعني شو قصدك؟ قصدي أنت إلي وبس. سمعني؟ أكيد أنا إلك لا لا ما حتزبط معي. أنا بغار كتير إنه حدا يطلع عليكي وإنتي لابسة الثياب ما. أوكي هلا فهمت عليك. رح غيره. Thank you. لك بنتي والله زغنة ضري مني. عمتي على قلبي لسه رايحة جاية رايحة جاية كأنه وحدة فاقدة ولد. كلي بقى خالتي والله العظيم دخلي من قعدة البيت هي. أنا ما عتقدر أتحمل أقعد هي القعدة أكتر من هيك. يا لك بنتي يا الله يرضى عليه جهد مو مخلينا دايق لنا منوب. كل ما بيصح له بيجي بياخذنا مشوار. شو بدك أحلى من هيك؟ جاد ليش وينه جاد؟ جاد لما كنا بالشام كان عم يسأل علينا أكتر ما عم يسأل علينا ونحن هون. لك بنتي بالشام كانت ظروفنا صعبة كتير عرفتي؟ مضطر كل يوم يدق يحاكينا يطمن علينا. أما ببيروت هون الحمد لله أمان. مو أنت ما كان بيقدر يرفع الموبايل ويحاكينا؟ بقى هذا اللي مضوجك ست رفاه؟ غياب جاد؟ لا مو بس غياب جاد. لكان شو اللي مضايقك؟ هاتي لشوف أعطيني من الآخر. أنا هالحركات خالتي ما بحبها. احكي لشوف خالتي. أنا بدي أرجع كفي دراسي. بدك ترجعي على الشام؟ لك شو الشام خالتي؟ فيني سجل بجامعات هون؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يعني لا تأخذيني. يعني جامعات هون كثير مكلفة ببيروت. مو كلها. ما فتحت سنة بعد ما تقول عم. لا يمكن معك حق. لك بنتي الله يرضى عليكي، ما تزعلي وتتحسسي كل ما بحكيكي كلمة. خلص هلا بس يجي شو شو حكي؟ جاد؟ ايه ايه جاد. بس يجي جاد نحكي نحن وياه بالقصة ماشي؟ شمي لي هالنعنعات بس اصحك تاكلي منه لانه مو مغسولين. لك قلت لك اصحك تاكلي منه اللي حرق حريشك. هاتي لنشوف شو صار. لك انا والله عم بنسى امبارح شفت الحلقة. لك شو كان اسمه هذا المسلسل؟ كمان انت نسيانة؟ لك دخلي بيرجع له ولا ما بيرجع له؟ لانه كانت حبله ولي على عيونه. يمكن اهلك يزعلوا مني بس يعرفوا لي اربع اشهر حبله. Thank you.
تفضل. عملت كل الاتصالات اللي طلبتها مني، وعم نحضر لمؤتمر صحفي بوقت قريب مثل ما أمرت. بتأمرنا بعد بشي يا بيك؟ أسعد. نعم. أنت ضحيت بحياتك لخدمة هالبيت، وكنت ظهر وسند لهالعيلة، وكل عمرك كنت خي وإيد اليمين. بدي إياك تكون هيك مع غمار. لأنه أنا حاسس إنه مشواري بلش يخلص. هيدا الشر عن قلبك، ليه عم تحكي هيك؟ كل ليلة قبل ما نام بشوف صورة وداد عم بتعربش على هالحيطان، بشوفها عم تتمشى بين هالصالونات، بشوفها قاعدة على كنبية عم تتطلع فيي وحاطة عينها بعيني وبتقلي رح يجي يوم تتحاسب وتتعاقب فيه يا غانم. قدرت تعمل هالشي، أخذت لي ابني رغيد لعندها وجابت غمار وحطته مطرحه بهالبيت غصب عن الكل. لك حتى سوزان ما زمطت من حقابها، قدرت تعاقب الكل بس مهما كان وداد بحياته وبمماته بقلبي. سعيد جدا انه اخيرا قدرنا نجتمع وظبطت معك اخيرا. تشيرز. تشيرز يا جماعه. تشيرز. ان شاء الله بنقدر نحتفل معك بيلي اكبر منها استاذ غمار، وتقدر تحرك لنا المي الرائده بالمشاريع العالقه لها فتره. الله يخليك. شو مسيو كرم؟ ما في مجال نقعد قعده حلوه مع مسيو غمار الا ما بدنا نحكي بموضوع البزنس والمصاري. معك حق والله يا مدام شرباتي. هو مستر كرم ومجموعة من أصدقائه كأنه بلشوا يحسسوا على راسهم مؤخرا. وخاصة أنه اللي داعمينهم واللي وراهم بلشت تنسحب من تحت من الكراسي. بالمناسبة في قائمة نازلة بأسماء ناس تجمدت أرصدتهم بالخارج. ما شاء الله ما بيخفى عليك شيء بالسوق غمار بيك. لا يا مستر كرم، احنا السوق ملعبنا. هلا صار عندك ملعبين، السوق والسلطه، اللهم لا حسد. لا 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 ما في حسد ابدا، لانه انا محصن من الحسد. صح ولا لا؟ واضح، لهيك نحن بندور على الناس يلي مثلكم لنشد الظهر فيهم. كانه هذا غزل سياسي اقتصادي صريح منك و ما له على هواك القديم.
أنا طقس عندي مواسم غمار بيك. طقس عندي مواسم معناها شو؟ بيلعب مع الكسبان. إيه إذا هيك إن شاء الله بيكون اللعب لقدام حلو؟ أكيد. تشيرز. تشيرز. مسيو غيمار. ايوه. اسم الله عليا مدامتك. بتاخذ العقل. ميرسي. ويلكم. كثير شربت حياتي خلص. كيف؟ شربت كثير. لا لا بشكل انا بعرف تماما كيف عياراتي. كنتي منيحة عندها أهم شيء؟ أنا كثير منيحة. أستاذ غمار كيف؟ في هاي المشروع كنت عندها رأيي. بعتوا لعند المكتب إن شاء الله. ماشي. في شيء زعجك مدام؟ آه لا لا أبداً بس تضايقت من ريحة الدخان. قولي كلنا بالهوا سوا بس أنا أخذت على الجو. رجعتي عم تشتغلي شي مطرة؟ عم بتحكمي بشي مستشفى جديدة؟ لا صراحة من بعد ما بعت المستشفى صار لي فترة موقفة بس هلا عم فكر أفتح برايفت كلينيك أو مستشفى صغيرة بعد ما أخذت القرار بس أكيد بدي أرجع الشغل. ضروري ترجعي. أنا عندي حدا من قرايبين اللي كان مريض وتعالج عندك وصح كان كثير مرتاح معك. عن جد الحمد لله على سلامة تركت. ميرسي وجود لك لإلك. ميرسي. شفتك طالعة لبرا والطقس بارد شوي، الأحسن إنك تلبسي. ثانك يو. لازمك شي غيره؟ إيه بحاجة يكون لوحدة بليز. بدي شم هوا نظيف. بس الحمد لله ما عندي ولا لحظة خصوصية، مراقبة كيف ما رحت وكيف ما جيت. بعتذر مدام ما كان قصدي. أنا كمان بعتذر، ما بحب أحكي مع حدا بهيدي الطريقة. بس بليز ما تضلك لحقنا على الدعسة، بليز. ولا يهمك مدام. هذا شغلي بس يبدو أنت اللي مانك متعودة عليه. ايه مزبوط وصعب كتير اتعود. بعتذر مرة تانية. جاد تفضلي مدام. بدي اسألك شيء. تفضلي مدام. غمار له بالعادة يشرب بهيدي الطريقة؟ حسب المناسبات والسهرات. بتعرف وحدة اسمها عايدة؟ بنت خالته بالشام. أي بعرف. أوكي. طيب رح أتركك تشمي هوا نضيف لحالك. بالإذن.
سوزان إذا جاي تسمي لي بدني دخيلك مش ناقصني. لا مش جاي يسمي لك بدنك، بس اشتقت له. اشتقت له كتير، اشتقت لصوته، صوته يلي ما عم بقدر شيله من راسي. كل زاوية بهالبيت بتذكرني فيه. قولك لو رغيد عايش شو كان معقول يكون عم يعمل هلا؟ ليه مصرة تعذبي حالك سوزان؟ لازم تقبلي باللي كتب لنا يا الله. ما في ارتاح، ما في ارتاح. كيف ترتاح انا ما بقي لي حدا بهالدنيا؟ كان عندي رغيد وحيدة، راح. انت ما فيك تفهمني غانم، ما فيك تحس مثل ما انا عم بحس. انت صحيح فقدته لرغيد، بس عندك ولد تاني، عندك ابنك غمار، رديته على البيت، صار عايش معنا، عم بتحضره للانتخابات. ليه ابني بده ينسرق منه كل شيء؟ بده ينسرق منه حياته ومستقبله. ليه يا ربي مش رغيد هو يلي محمولين صوره على الكتاف؟ ليه ما فيه افرح فيه؟ جوزه، أحمل ولاده بين إيدي. قلي ليه يا غانم ليه؟ بركي إذا جاوبتني بتخفف لي شوي من عذابي. بتعرفي سوزان؟ بصراحة ما عندي جواب، بس بركي بتجرب تحبي. تحبي ابن غمار كأنه ابنك، تشوفي المستقبل بولاده، وتفكري بولاده كأنه أحفادك. بركي هالشي بيعوض عنك وبيخفف وجعك. والله إذا بتضلك تعمل بحالك هيك رح تروح بذبحة قلبية. بعدني مش عارف كيف قادر تحافظ على أعصابك الباردة. لك حاسس إنه سنين عمري ضاعت على الفاضي بهالحزب. شو هي أول مرة؟ ما طول عمره غاني بينفذ يلي بده إياه. ونحن علينا حكم الطاعة. إيه بس هالمرة أول دوز كتير. مش بس أعطاه لابنه منصب وعدوية انتساب، لا، أعطاه منصبي إلي. وقال شو؟ قال لي لحطك بالطاقم الاستشاري. هيدا منصب بينعطى لواحد طالع على التقاعد، مش لزياد جمعة اللي كل عمره بيظهروا للغانم. ايه روق شو بدك نضحك على بعضنا؟ هلا ان كان نحن بالتشكيل الحزب ولا بالبرلمان، يعني طلعنا ونزلنا نحن رجاله، نعتبر لامره كمان. وبعدين بالعمليه
دايما قرارات غانم بتصب بالمصلحة للجميع. أي مصلحة؟ غمار مش رح يقلع بالحزب، هيدا مش ملعبه. بعدين الغانم تخطى كتير حدوده هذه المرة، ولازم يلتقى حدا يقول له لا. وانت رح تقول له لا؟ وبعدين عيطت وضجت ولك يا أخي السبات، لوين بدك توصل بعد؟ بالآخر رح تقول له حاضر وبأمرك. لا وحياتك، مش لزياد جمعة هذا الحكي. مش ولد كل عمره عايش برا ابن مبارح بده يجي يخلينا نحمله على كتافنا ونهتف باسمه. أنا للصراحة ما عندي مشكلة أحمله على كتافي ألتف باسمه ورقصه كمان، بس من عشوه